السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة وطالبات الفرقة الثانية كلية التجارة جامعة كفر الشيخ، إن شاء الله سنتناول سويا سكاشن مادة تطبيقات إدارية على الحاسب الآلي. مادة تطبيقات إدارية على الحاسب الآلي تعتبر من المواد الممتعة جدا، ومن وجهة نظر الشخصية من المواد الملائمة لاستراتيجية التعليم عن بعد، لأنها بتتطلب طبعا إن حضرتك اللي بيشرح ليك خلال المحاضرة أو السكشن تطبقه على الكمبيوتر الخاص بيك. ده طبعا كان بيبقى صعب في المحاضرات العادية، فأنت حضرتك قاعد في البيت أهو، كل اللي تاخده تطبقه على الجهاز الكمبيوتر بتاعك، وإن شاء الله هتبقى المادة سهلة وممتعة، وهتقدر تحفظ الأوامر أو كيفية حل التمارين المختلفة. النهاردة إن شاء الله ناخد أول سيكشن اللي هو متعلق بالفصل الأول، مقدمة في برمجيات التطبيقات الإدارية. طبعا قبل ما ناخد التمرين بتاع النهاردة إن شاء الله هنبدأ كده نعرفكم يعني مقدمة سريعة كده عن البرنامج. برنامج مايكروسوفت اكسل طبعا هو احد برامج حزمة مايكروسوفت اوفيس. طبعا مايكروسوفت اوفيس اي جهاز كمبيوتر عليه مجموعة برامج مايكروسوفت اوفيس. طب انا دلوقتي عشان افتح برنامج مايكروسوفت اكسل عندي طبعا اكتر من طريقة، ممكن من قائمة ستارت اول بروجرامز ادور هنا على مايكروسوفت اوفيس، هلاقيها هنا مايكروسوفت اوفيس، اضغط كليكه هلاقي عندي مايكروسوفت اكسل 2010. لو ضغطت عليه اكسل هيفتح لي الايه البرنامج برنامج اكسل. في طريقه تانية برضو اللي هي ايه، ان انا ممكن من خلال سطح المكتب كليك عليها يمين، كليك يمين عليها نيو، هلاقي عندي هنا ورقة عمل مايكروسوفت اكسل، اضغط عليها هينشئ لي ملف هنا اللي هو ورقة عمل ملف لبرنامج اكسل. دبل كليك عليها هيفتح لي البرنامج، هلاقي طبعا هتظهر لي اللي هي اللي احنا بنسميها الانترفيس او واجهة المستخدم. دي الصفحة الرئيسية بتاعت ايه برنامج اكسل طبعا، او الواجهة الرئيسية واجهة المستخدم. يعني انا يهمني جدا ان انا ابقى عارف التبويبات المختلفة اللي موجودة في برنامج اكسل. عندك كام تبويب؟ عندك 8 تبويبات. مهم جدا انت تبقى عارف التبويبات برضو عشان دي ممكن تتسأل فيها. يعني عبارة عن ايه بقى التبويبات دي؟ عندك ملف الصفحة الرئيسية، إدراج، تخطيط الصفحة، صيغ، بيانات، مراجعة، عرض. تمام. أول حاجة في التبويبات دي تبويب ملف. لو ضغطت كده على ملف تبويب أو قائمة ملف هلاقي عندي مجموعة من الأوامر. طبعا عندي حفظ لو أنا عايز التغييرات اللي انا بحفظها للبرنامج يحفظها لي، عندي حفظ باسم لو عايز اغير مثلا احفظ باسم اسم الورقة ورقة العمل احط لها اسم مثلا اهو ليكن مثلا تطبيقات، اهو تطبيقات ادارية إدارية على الحاسب. تمام، وأقول له حفظ. كده هو حفظ لي الورقة اسمها ورقة العمل اللي عندي، اتغيرت بقى اسمها تطبيقات إدارية على الإيه على الحاسب. طبعا لو عايز برضو حفظ باسم بالصيغ المختلفة دي كلها صيغ، لو أنا عايز أحفظ بيها
PDF مثلا او اكسل ورك بوك ده الطبيعي بتاعه، ممكن اخليه 97 2003 يعني بصيغة اكسل نسخة 97 ل 2003 وهكذا. ايضا عندي في قائمة ملف اخير، دي بيجيب لي اللي هي الملفات الاخيرة، اخر ملفات انا كنت فاتحها، يعني اخر ملفات تم التعامل معاها. عندي جديد لو انا عايز افتح مصنف جديد، طبعا مصنف فارغ، لو عايز افتح برضو مصنف جديد يعني. وممكن في قوالب عندي جاهزة، ميزانيات، إيصالات، بيانات، تخطيطات، دي حاجات جاهزة هو معدها لي او عاملها جاهزة يعني برنامج اكسل. طبعا عندي برضو امر طباعة، لو عايز اعرف بقى اعدادات الطباعة المختلفة، اختار انهي طبعة، طباعة ازاي الورق او الصفحات اللي انا، عدد النسخ. عندي ايضا حفظ وارسال، حفظ وارسال دي متعلقة بان انا ايه، لو عايز اشارك مثلا ملف على الانترنت اوديه على البريد الالكتروني احفظه على موقع انترنت، موقع بويب يعني. عندي ايضا تعليمات، ايقونة او امر التعليمات، ده طبعا لو انا عايز اعرف حصول يعني ايه، احصل على معلومات عن المنتج نفسه او البرنامج نفسه يعني. عندي هنا خيارات، طبعا الخيارات دي بتحكم في اعدادات البرنامج نفسه، اعدادات البرنامج نفسه، اللغة، حفظ، تدقيق، صيغ عام، دي طبعا يطول شرحها. عندي اخر حاجة انهاء، طبعا انهاء ديت لو انا عايز اغلق الايه التطبيق، يعني لو عملت كده هيقفل الايه البرنامج نفسه. تمام، انا كده اغلقت البرنامج ايه نفسه، انهاء. طبعا في عندي اغلاق وفي عندي انهاء. اغلاق لو انا عملت اغلاق هيقفل الايه الملف بس، انما انهاء بيقفل الايه التطبيق اللي هو البرنامج، برنامج مايكروسوفت اكسل نفسه. تمام، نيجي بقى تاني تبويب سريعا كده، هو تبويب الصفحة الرئيسية. طبعا انا يهمني جدا ابقى عارف ان التبويبات المختلفة، كل تبويب بيتكون من ايه، يعني عشان امشي المسار صح، اي امر او اي امر عايز انفذه في برنامج اكسل ببقى لازم اعرف تبويب ايه، والتبويب ده بيتكون تحته مجموعة من الايه المجموعات، يعني تبويب مجموعات، وبعد المجموعات بتتكون من ايه بقى، كل مجموعة بتتكون من مجموعة من الاوامر او الايقونات. تمام، يعني انا عندي مثلا تبويب الصفحة الرئيسية ده، هلاقي عندي المجموعات اللي تحته عبارة عن ايه، مكتوبة حتى بخط خافت شوية كده، هلاقي عندي التبويب مجموعة الحافظة، التبويب يتكون من مجموعات، مجموعة الحافظة، مجموعة خط، مجموعة محاذاة، مجموعة رقم، مجموعة أنماط، مجموعة خلايا، مجموعة إيه؟ تحرير. طبعا تحت كل مجموعة من المجموعات ديت مجموعة أوامر بقى، يعني المجموعة بتتكون من مجموعة من الأوامر أو الإيه؟ أو الأيقونات. عندي مثلا مجموعة الحافظة، عندي قص، نسخ، نسخ التنسيق، لو أنا عايز مثلا أقص نص أو بيانات معينة داخل خلية أو أنسخها أو نسخ التنسيق مثلا. عندي خط، دي مجموعة خط دي متعلقة طبعا بإزاي أتعامل مع الخط، نوع الخط، حجم الخط، أكبره أصغره، لونه اللي هي لون التعبئة وهكذا، أحط تحته مثلا الخط أو أخليه إيتاليك مائل، أخليه بولد وهكذا. عندي أيضا مجموعة محاذاة، فيها طبعا إزاي أتعامل مع محاذاة النص، يمين شمال فوق تحت وهكذا. وعندي دمج وتوسيط، يعني دمج وتوسيط دي مهمة جدا برضو، لو أنا عايز مثلا مجموعة من الخلايا كده عايز أدمجهم مع بعض، أو ضغط على أيقونة الدمج والتوسيط كده، شوفوا خلوهم إيه مع بعض. تمام، عندي أيضا مجموعة رقم، دي فيها الأيقونات المتعلقة بإزاي
اتعامل مع تنسيق الرقم، اخليه مثلا عملة، نسبة مئوية، وهكذا. عندي طبعا مجموعة انماط، ومجموعة انماط دي مهمة جدا، بالذات بيهمني جدا فيها اللي هو امر التنسيق الشرطي. ده طبعا اكيد خدتوه في المحاضرة، اللي هو خاص بالتنسيق الشرطي بتاع تمييز الخلايا والقواعد العليا السفلى. تمام. عندي ايضا مجموعة خلايا، ادرج احذف وهكذا. وعندي في الاخر خالص مجموعة تحرير اللي فيها الجمع التلقائي. وطبعا ايقونة الجمع التلقائي ديت فيها اشهر الدول اللي انا بستخدمها في برنامج اكسل. لو ضغطت كده على السهم اللي جنبها هيجيب لي ايه، لو مجموعة، لو عايز اجمع مثلا مجموعة خلايا اجيب المتوسط بتاعهم، ارقام حد اقصى حد ادنى وهكذا. عندي ايضا فرز وتصفية. وتصفية لو انا عايز انا ارتبهم من فوق لتحت او من تحت لفوق وهكذا. يبقى انا كده دي تعتبر تبويب الصفحة الايه الرئيسية. ناخد سريعا تالت تبويب اللي هو تبويب ادراج. طبعا ادراج ده لو انا عايز ادرج بعض الاشياء في الايه في الملف بتاعي اهو، ادراج اهو. لو عايز مثلا صورة، قصصة فنية، اشكال سمارت، دي طبعا رسومات توضيحية. لو عايز مثلا ادرج مخططات، عمودي خط دائري وحاجة كده. برضو عندي مجموعة اسمها خطوط المؤشر، عامل التصفية، ارتباطات، مجموعة نص، مجموعة ايه رموز. من المجموعات المهمة جدا في ادراج اللي هو الارتباط التشعبي ده، طبعا بتسمى مجموعة ارتباطات. فيها ايقونة ايه واحدة بس، لذلك دايما من ممكن تتسأل سؤال يكون مجموعة ارتباطات مثلا تعتبر من المجموعات ذات الأيقونة أو الأمر الواحد، صح؟ مفيش فيها غير أيقونة أو أمر الارتباط الإيه التشعبي. تمام. اللي هو طبعا طب خاص بإيه ارتباط تشعبي ده، إن هو بيربط، ممكن يربط بيانات خلية في إكسل بملف مثلا، او ملف عندك على الكمبيوتر، او بموقع الانترنت، او بايميل وهكذا. تمام. نيجي لرقم 4 اللي هي تبويب تخطيط الصفحة. طبعا تبويب تخطيط الصفحة برضو متعلق بتبويب تخطيط الصفحة، ان هو بقى بيعد ويهيئ الصفحة ويجعلها جاهزة للايه للطبع. طبعا الهوامش، الاتجاه، طبعا فواصل الصفحة، الخلفية بتاعتها. طبعا لو أنا عايز أغير مثلا اتجاه الصفحة من اليمين لليسار أو من اليسار لليمين. تمام. عندي أيضا تبويب صيغ. طبعا تبويب صيغ ديت بيتيح لك إن أنت تستخدم بقى الإيه مجموعة الدوال المختلفة. ممكن أجيب الدوال كلها منين؟ عن طريق الضغط على FX، دي اللي هي إيه ادراج دالة. لو ضغطت عليها يجيب لي كل الدوال بتاعتي اللي عندي، اختار منها زي ما انا عاوز. او لو انا بقى عايز ايه مثلا الجمع التلقائي، هنا اهي برضو على فكرة في ملحوظة بقى ان عندي دالة الجمع التلقائي او ايقونة الجمع التلقائي اهي موجودة فين. هنا موجودة برضو في تبويب صيغ، انا خدتها من شوية، كانت موجودة فين في تبويب ايه، ها الصفحة الرئيسية عندي اهي في تحرير، مجموعة تحرير الصفحة الرئيسية، من تبويب الصفحة الرئيسية مجموعة تحرير أمر الجمع الإيه التلقائي. هي أيضا موجودة عندي في إيه في الصيغ، برضو في الدوال اللي هو مكتبة الدالات، أمر إيه الجمع التلقائي. تمام. عندي أيضا التبويب اللي بعد كده اللي هو تبويب البيانات. طبعا تبويب البيانات ده تبويب البيانات ده التبويب رقم 6، متعلق بتبويب البيانات بقى. لو لاحظنا هنلاقي عندي بيتكون من مجموعة من المجموعات، إحضار بيانات خارجية، اتصالات، فرز وتصفية، دي المجموعات، فمجموعة أدوات البيانات، مجموعة مخطط التفصيلي. طبعا بيختص بالتعامل مع البيانات الداخلية والخارجية وإدارتها. طبعا لو أنا عايز أجيب مثلا بيانات من برنامج تاني
من اكسس، برنامج اكسس، برنامج قواعد البيانات اللي هو برنامج اكسس، او من ويب، او من نص، او من مصادر اخرى. ازاي اجيب بيانات وادخلها عندي في ايه، في ملف اكسل. عندي برضو بالنسبة من المجموعات المهمة جدا مجموعة فرز وتصفية. فرز اللي هي متعلقة بالترتيب، لو انا عايز مثلا ارتب بيانات في مجموعة من الخلايا، اصفي البيانات ديت، يعني اصفيها بحيث ان انا اتخلص من بعض الايه الخلايا دي، برضو متعلقة بمجموعة فرز وايه وتصفية. ايضا عندي من الحاجات المهمة جدا من اللي هي مجموعة ادوات البيانات. عندي هنا التحقق من صحة البيانات، وعندي تحليل ماذا لو، دول بستخدمهم برضو، لهم استخداماتهم اللي هنتعرف عليهم بعد كده. عندي ايضا تبويب مراجعة. ايه بقى تبويب مراجعة ده؟ بيهتم بان انت مراجعة والتدقيق للنص من الناحية الاملائية والنحوية. يعني لو انا عايز مثلا نص انا مدخله في ملف اكسل او في الخلايا، في خلية عندي، اعمله بقى تدقيق املائي، ممكن برضو اترجمه لو عايز اترجمه. لو عايز هنا في برضو مجموعة هنا اسمها مجموعة تعليقات، تعليق جديد، امر اسمه امر تعليق جديد. لو انا عايز مثلا اخلي داخل الخلية ديت تعليق جديد، عندي هنا اهو احنا في مراجعة، لسه في تبويب مراجعة. عندي هنا تعليق جديد. لو انا تعليق جديد ده، لو انا عايز اضيف تعليق مثلا في الخلية ديت، بحيث ان كل لما اجي عندها يجيب لي مثلا، لو انا مثلا مدخل هنا خلية هنا اهي مثلا، عايز اضيف تعليق ليها، اقول له مثلا يتم، او مثلا نقول مثلا مرتبات، يبقى انت عارف ان الخلية ديت بدخل فيها ايه المرتبات مثلا يعني. تمام. وايضا عندي مجموعة اسمها مجموعة تغييرات حماية الورقة. لو انا عايز احط مثلا رقم سري للورقة عن طريق حماية الورقة، لو عايز احمي المصنف، ها المصنف اللي هو الورك بوك كله يعني، اللي هو الملف، طبعا ملف اكسل اسمه مصنف او ورك بوك، بيتكون بقى من شيتس او اوراق اللي هي الايه الورق. تمام. عندي اخر تبويب اللي هو تبويب عرض. تبويب عرض او فيو ده بيهتم بايه بقى؟ شاشة العرض اللي قدامك دي ازاي اتحكم فيها، تخطيط الصفحة، معاينة فواصل الصفحات. لو انا عايز احط مثلا الصفحات اقسمها لصفحات كده، وابين كل صفحة والتانية في الطباعة عندي الفواصل اللي بينها، ملء الشاشة. لو انا عايز اخلي مثلا الشاشة ملء زي ما احنا شوفي اعرض تم عرض الايه البرنامج كأنه ايه، كأنه شاشة كاملة. تمام. عندي برضو لو عايز اكبر او اصغر المستوى العرض عندي، يعني يبقى انا كده عرفت بشكل عام مجموعة التبويبات اللي عندي في برنامج او مايكروسوفت اكسل. تمام. نيجي بقى للتمرين بتاعنا. التمرين بيقول تمرين كده على اللي هو الفصل الأول. التمرين بيقول اختر الإجابة الصحيحة من بين الأقواس. واحد بيقول لي بقى هي برمجيات متخصصة في تنفيذ سلسلة من أنشطة قاعدة البيانات، والتي تستخدم في تزويد المستخدم النهائي بالبيانات والمعلومات اللازمة له بالكيفية المناسبة وفي الوقت الايه المناسب. دي طبعا وانا مغمض كده، دي تطبيقات قاعدة الايه البيانات. رقم 2، برنامج SPSS وبرنامج المينيتاب، دول بيقعوا ضمن تطبيقات ايه؟ طبعا تطبيقات الاحصاء وتنقيب الايه البيانات. رقم 3، سؤال بيقول لي تهدف إلى الوصول بهدف المنشأة إلى الدرجة الإيه المثلى. طبعا تطبيقات الحل الأمثل هي اللي بتهدف إلى الوصول بهدف المنشأة إلى الدرجة المثلى. الهدف طبعا سواء تعظيم أو
تدنية سواء تعظيم ربح أو تدنية تكاليف. اللي بيتولى الموضوع ده هو تطبيقات الحل الإيه الأمثل. رقم 4، برنامج أوراكل هو أحد أشهر برامج تطبيقات إيه؟ طبعا برنامج أحد أشهر برامج تطبيقات قاعدة الإيه البيانات. رقم 5، برنامج إكسل أحد أهم البرمجيات شائعة الاستخدام ضمن إيه تطبيقات صفحة الإيه صفحات الانتشار. طبعا احنا عارفين إكسل بيتكون من صفحات الانتشار أو السبريد شيتس. رقم 6، بيقول لي عدد تبوبات الشريط الرئيسي في برنامج إكسل 2010 كام؟ طبعا احنا قلناهم إن هما الإيه 8. رقم 7، بيقول يوجد أمر التنسيق الشرطي ضمن مجموعة نقط في تبويب الصفحة الرئيسية لورقة الإيه العمل. أهو أرجع أهو، تبويب أمر التنسيق الشرطي، فين أمر التنسيق الشرطي؟ أهو الصفحة الرئيسية، هلاقي عندي في مجموعة إيه بقى؟ عندي الصفحة الرئيسية تنسيق شرطي أهو في مجموعة إيه أنماط، يبقى الإجابة هنا هي مجموعة إيه أنماط. رقم 8، بيقول لي تستخدم أيقونة نقط لربط جزء معين من ورقة العمل بموقع ملف آخر بحيث ينتج عن الضغط على هذا الجزء الانتقال إلى الملف مباشرة. طبعا دي مجموعة إيه أو أيقونة إيه ارتباط تشعبي من تبويب إدراج إحنا قلناها أهو، ادي ارتباط تشعبي، عندي مجموعة ادراج تبويب ادراج، مجموعة ارتباطات امر الارتباط الايه التشعبي. رقم 9، بيقول لي تقوم برمجيات نقط لاستطلاع وتحليل كميات كبيرة من البيانات لاكتشاف العلاقات بين المتغيرات. دي طبعا متعلقة ببرمجيات الايه تنقيب في البيانات. السؤال رقم 10، بيقول لي ترجع أهمية برنامج إكسل كتطبيق بديل عن معظم التطبيقات الإدارية إلى أنه قادر على أداء مهام برامج التطبيقات الإدارية كلها، يوفر نفقات الاستعانة بالمتخصصين، يجنب المستخدم الانتظار لبناء التطبيقات. رقم د كل ما سبق. طبعا أهمية برنامج إكسل، برنامج إكسل من البرامج الرائعة جدا اللي ممكن نستخدمه في أكتر من حاجة. طبعا هلاقي ان الاجابة هي كل ما سبق. رقم 11، بيقول لي توجد ايقونة التحقق من صحة البيانات في تبويب، تبويب ايه؟ نشوف كده ايقونة التحقق من صحة البيانات اهو، فين اروح عند تبويب بيانات هلاقي عندي ايقونة التحقق من صحة البيانات موجودة في مجموعة ايه ادوات البيانات، بيانات مجموعة أدوات البيانات أمر أو أيقونة التحقق من صحة الإيه البيانات. بقول رقم 12، في برنامج إكسل يتم تقسيم الشريط الرئيسي إلى تبويبات مجموعات أيقونات، تبويبات أيقونات مجموعات، مجموعات تبويبات أيقونات، لا شيء مما سبق. طلعت الإجابة هي إيه؟ تبويبات. تبويبات بتتكون من مجموعات، وكل مجموعة بتتكون من مجموعة من الإيه الأيقونات. رقم 13، بيقول لي البرمجيات التي تساعد على وصف وتلخيص البيانات دي اللي هي ايه الاحصاء الايه الوصفي. رقم 14، بيقول لي تهدف الى الاستدلال على معلومات المجتمع من خلال تحليل بيانات عينة منه، دي طبعا الاحصاء الايه الاستدلالي. رقم 15، يمكن استخدام أيقونة التحقق من صحة البيانات بعد إدخال البيانات، صح ولا غلط؟ لا غلط. غلط ليه؟ يمكن استخدام أيقونة التحقق من صحة البيانات بعد إدخال البيانات، صح ولا غلط؟ غلط، لأن أيقونة التحقق من صحة البيانات دي أيقونة أنا بستخدمها عشان أمنع ان مدخل البيانات بعد كده اما يجي يدخل البيان لابد يدخله صح ما يدخلوش غلط، فلذلك انا بحط
بستخدمها قبل ما ادخل البيانات وليس بعد ادخال الايه البيانات. تمام. نيجي بقى تمرين اخير اللي هو التمرين ده جه في امتحان 2018، كان جايب لي الشكل ده. دي صفحة اهي من برنامج اكسل، ادي الاسم، جايب لي مجموعة من الاسماء، المرتب والديون اللي عليه وصافي المرتب والدرجة الوظيفية للاشخاص دول، وبيديني بقى بعض الاسئلة. بقى السؤال الاولاني بيقول الخلية بي 5 بها، يعني اللي في الخلية بي 5 دي تعليق ولا ارتباط شرطي ولا قائمة منسدلة ولا أيقونة؟ طبعا الإجابة هي ارتباط تشعبي. عرفت منين؟ هو بيقول لي بي 5 اللي هي فيها فؤاد سالم دي محطوط عليها تحتها ايه خط، اما الخلية بيظهر البيان اللي فيها تحت خط ده، بفهم ان هو ايه ارتباط شرطي. هنعرف ازاي الارتباط الشرطي جه. تمام. بعمله ازاي؟ اهو نجيب كده ادي كانت بالشكل ده بالظبط، كبرناه شوية. انا عايز اخلي اللي هو بي 5 ده اللي هو فيها ايه فؤاد سالم ده، عايز اخليها ارتباط تشعبي. كنت بعمل ايه؟ اروح عند ها قائمة ايه او تبويب ايه ادراج، من ادراج طبعا اهو عند فؤاد سالم طبعا اهو، ودي انا واقف دلوقتي عند خلية بي 5 اللي فيها فؤاد سالم دي اللي هو الموظف فؤاد سالم. عايز اربط اسمه مثلا بالسي في بتاعه، اعمل ايه؟ من قائمة من تبويب ادراج اروح من مجموعة ارتباطات الاقي ارتباط تشعبي. طبعا بيقول لي بقى ايه انت عايز تربطه بايه، هل بملف موجود او صفحة ويب موجودة مكان في مستند في هذا المستند نفسه، ولا عايز انشئ مستند جديد، ولا بريد الكتروني؟ لا انا بعمل له، انا ملف عندي على الكمبيوتر مثلا اهو، كنت عامله قبل كده مسميه سي في. يبقى اروح طبعا مكانه فين زي ما انت عاوز، فانا حاطه هنا على ديسك توب اللي هو ايه سطح المكتب يعني. اقوم ضاغط على السي في هنا اللي هو الملف بتاعه يعني، واقول له ايه موافق. شوفوا ايه اللي حصل بقى، اتحول لانه ايه فؤاد سالم ده بقى اللون بتاعه ازرق اهو. فؤاد سالم اهو، كل ما اضغط عليه هنا اتحول لايه للون الازرق وتحته خط. طبعا اضغط عليها وكليك اهو يقوم جايب لي هو. طبعا كان اسمه ايه مثلا، انا مثلا عايز اعدل في اسمه فؤاد سالم، هو فؤاد اهو فؤاد سالم. تمام. تمام. يبقى الإجابة هي إيه؟ ارتباط تشعبي. نيجي رقم 2، بيقول لي لتلوين الخلايا التي تتضمن ديون أكبر من 50 جنيه باللون الأزرق نقوم بيه. عايز يلون الخلايا التي تتضمن ديون أكبر من 50 جنيه باللون الأزرق، أعمل إيه؟ طبعا هو عايز الخلايا إن هي أدي خلايا الديون أهي. بيقول لي عايز تلون لي الأكبر منها بأي لون بقى هو عاوزه، بعمل ايه؟ اول حاجة طبعا كنت بنشط الخلايا اللي هي بتمثل الديون
اللي هي تعتبر من دي 3 او من دي 3 يعني الى دي 8. وعايز بقى بيقول لي نسقهم لي بحيث ان الخلايا اللي تتضمن ديون اكبر من 50 تكون باللون الايه الازرق. في الحالة دي بعمل ايه؟ اهو انا دلوقتي اللي انا هعمله ده اسمه ايه؟ اسمه تنسيق شرطي، مش كده؟ فين التنسيق الشرطي؟ لو بصيت هلاقيه في تبويب، في تبويب الصفحة الرئيسية، تبويب الصفحة الرئيسية عندي في مجموعة أنماط عندي تنسيق الايه الشرطي اهو. يبقى انا خلاص نشطت الديون اهو، اروح عند الصفحة الرئيسية تنسيق شرطي، وبيقول لي بقى عايز اللي اكبر من كام؟ من 50، يبقوا باللون اي لون، مثلا اللون الازرق اصفر زي ما انا عاوز اهو. قواعد تمييز الخلايا، وقال لي اللي اكبر من كام؟ من 50. هقول له يا عم اهو الاكبر، تنسيق الخلايا الاكبر من، حط له هنا ايه 50 مع طبعا دي الالوان اللي قدامي. لو عايز مثلا تنسيق ازرق ماشي مفيش مشكله، انا هخليها هنا زي المتوفر عندي. مثلا هقول له الاكبر من 50 خليها باللون الاخضر مثلا، اه موافق. هلاقي كل اللي بقى اكتر من 50 اتلون بقى باللون الايه اللون الاخضر، تمام. اللي بعد كده بيقول لي لمنع ادخال مرتب بالسالب نقوم بتنشيط نطاق خلايا. طبعا الاجابة اللي قبل كده كانت ايه؟ تبويب الرئيسية مجموعة انماط ايقون التنسيق الشرطي امر القواعد العليا والايه السفلى. رقم 4 بيقول لي لمنع ادخال مرتب بالسالب نقوم بتنشيط نطاق خلايا. انهي خلايا بقى من دول؟ بالاول اروح ببساطة خالص، هو عايز ايه؟ ادخال المرتب بالسالب. فين المرتب؟ اهو ما قاليش الصف المرتب، لا هو قال المرتب بس. يبقى عايز الخلايا اللي هي من كام لكام؟ من سي 3 لسي 8 اهو، من سي 3 لسي كام؟ 8. بيقول لي بقى امنع ان انت تدخل في هذه الخلايا اي مرتب بالايه بالسالب، تمام. اللي انا بعمله ده انا عايز امنع ادخال، يبقى ده خاص بايقونه ايه التحقق من صحه الايه البيانات، تمام. ايقونه التحقق من صحه البيانات دي بجيبها منين؟ لو حد فاكر من تبويب بيانات اهو، ادور عليها الاقي عندي في مجموعه ادوات البيانات التحقق من صحه البيانات اهو، اختار هنا امر التحقق من صحه البيانات. بيقول لي بقى انت عايز تسمح بايه؟ عدد صحيح ولا عدد عشري ولا قايمة ليست كده، ليست كده تختار منها، ولا تاريخ ولا وقت ولا طول النص ولا حاجة مخصصة او ادخال مخصص. هقول له لا انا عايز عدد ايه صحيح. انت عايز بقى بيقول لك رقم سالب يعني ايه؟ هقول له مثلا اكبر من، عشان رقم سالب هقول له مثلا اكبر من الحد الأدنى إيه؟ أكبر من الصفر مثلا أهو، يعني أكبر من الصفر عشان ما تبقاش سالب، تمام. رسالة الإدخال ها أقول له مثلا عنوان تنبيه، أحط له تنبيه الرسالة اللي هتظهر له يعني ساعة الإدخال. رسالة الإدخال مثلا أقول له أهو أدخل رقم موجب أو ليس سالب زي ما احنا عاوزين، تنبيه الى الخطأ. لو انا بقى اخطأت مثلا في الحالة ديت الرسالة اللي تجيلي ايه؟ لو انا اخطأت هقول له ايقاف، ممكن اكتب له رسالة خطأ، اقول له مثلا ادخال رقم او خليها مرتب بالسالب. اقول له موافق. بص بقى كده كل ما اجي اكتب هنا جالي اللي هو التنبيه ادخل رقم موجب. طب نيجي كده ندخل مثلا، ندخل الرقم مثلا نقول له مثلا سالب 22 اهو، اقول له انتر جاب لي الايه
اللي هي رسالة الايه الخطأ، هقول له إلغاء الأمر. واضح؟ يبقى الإجابة هنا عندي اللي هي ايه بقى، الإجابة اللي هي من C3 إلى C8، ثم تبويب البيانات، مجموعة أدوات البيانات، أيقونة التحقق من صحة الايه البيانات. رقم 5 بيقول لي تمكننا أيقونة التحقق من صحة البيانات من التحقق من صحة البيانات بعد إدخالها. ده طبعا غلط، لأن هي قبل إدخالها. التحقق من أمن البيانات، لا ده مش شغل أيقونة التحقق من صحة البيانات. التحقق من مصدر البيانات، إنشاء قوائم منسدلة، دي أيوة إنشاء قوائم منسدلة، لأن لو لاحظتم من ضمن الخيارات اللي بتيجي عندي خيارات قائمة، وهنعرف إزاي بنستخدمها المرات القادمة إن شاء الله. طبعا يبقى الإجابة هي إيه؟ دال. طبعا لو حد له أي استفسار برجاء ان هو ما ي... يعني ايه ما ي... لابد اي حد له استفسار او سؤال، ما فيش مشكلة يترك التعليق على الفيديو، او حتى عن طريق رسالة على الصفحة الشخصية على الفيسبوك ولا حاجة، وان شاء الله نقدر نرد عليها في فيديو خاص كده، الرد على الايه على الأسئلة. وخالص تحياتي وشكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله.